استقبل اتفضلي نستقبل اتفضلي. يعني على الهاتف، ونعود لمساله التنسيق بين الدول في الوسطات. سياده اللواء اسمح لي استقبل عبر الهاتف السفير احمد حجاج، امين عام مساعد منظمه الوحده الافريقيه الاسبق. سياده السفير، اهلا بحضرتك. اهلا بك. كيف تتابع التطورات في المشهد السوداني وهذه الزياره من قبل رئيس المجلس العسكري الانتقالي الى اريتريا؟ هو تعددت المباريات في الفترة الأخيرة مع استمرار المبادرات القديمة في مسارها. أعتقد أن أبرزها الوساطة الإثيوبية، الآن هناك عرض بالوساطة من رئيس السيد سافورتي رئيس إريتريا. تضاربت الأنباء حول موقف الحرية والتغيير، ترفض انتقال المفاوضات بين الجانبين الى اديس ابابا وهي مقر الاتحاد الافريقي، في حين ان اديس ابابا تقول ان هذه الحركه وافقت على اديس ابابا. فالموضوع فيه تضارب وشد، خاصه ان من المنتظر اليوم الاعلان نتيجه التحقيق من قبل المجلس الانتقالي. صحيح، نعم، بموضوع خط الانتقال. نعم، مسألة يعني إعلان نتيجة التحقيق ربما تم الإعلان عنها من قبل الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي، كيف من الممكن أن تؤثر على المشهد السوداني في رأي حضرتك؟ أعتقد أن إقدام المجلس الانتقالي العسكري على إعلان أنه كان المسؤول أو أصدر الأوامر بفضل الأقصاد دي شجاعة، يعني تحسب له. يمكن له أن يظل صامتا ولا يقول أي شيء. ستحصل تهمات كثيرة، المجلس الحرية والتغيير يطالب بتحقيق دولي، والمجلس العسكري يقول أن التحقيق يجب أن يكون سودانيا. فمواقف الأطراف تختلف الحقيقة بالنسبة لكل جانب من جوانب النزاع، يعني لازالت أعتقد أن هناك وحدة متكاملة داخل المجلس، داخل حركة الحرية والتغيير، أو اتفاق في الآراء داخل المجلس الانتقالي نفسه، يعني هناك آراء متباينة في داخل كل الفريقين. نعم، شكرا جزيلا لحضرتك السفير أحمد حجاج، أمين عام مساعد منظمة الوحدة الأفريقية الأسبق.